السلام عليكم. إيران اقتربت بشكل خطير من توجيه ضربة عسكرية مباشرة تجاه الأراضي العراقية وتحديدا تجاه إقليم كردستان. التفاصيل هذه المرة هي قادمة من تقرير جديد قد صدر في 48 ساعة الماضية من موقع الشرق الأوسط الذي تحصل على تصريحات قادمة من قياديين موجودين في الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان. وهذا التقرير وهذه التصريحات هي قادمة بعد أيام فقط من الاتفاق الذي أعلنت عنه إيران بشكل واضح تم مع العراق، واتفقوا على نزع الأسلحة من هذه الأطراف الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان، بالإضافة إلى أن تخرج من هذه المنطقة وإغلاق مقارها ومعسكراتها وغيرها من التفاصيل التي عرفناها جميعا. هذه المرة القياديين أو القيادية الذي صرح للشرق الأوسط مع عدد من المعلومات التي نشرتها وضحت وأوضحوا بشكل واضح بأنهم رفضوا تماما نزع أسلحتهم أو التخلي عن أسلحتهم بأي شكل من الأشكال، لأن السلاح الذي يمتلكونه هو للدفاع عن أنفسهم ولن يتخلوا عن هذه الأسلحة لأي جهة كانت. وقالوا بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذا كله الذي يجري بين العراق وبين إيران هو اتفاق لإنهائهم، لتصفيتهم، لإبادتهم من هذه المنطقة، وللقضاء على أي طرف معارض يقف ضد إيران بأي شكل من الأشكال، وبأن الأمم المتحدة من المفترض أن تكون هي المسؤولة عن مثل هذه الترتيبات بما أنها مرتبطة بهم ومرتبطة بمسائل مرتبطة أيضا بعوائلهم تحديدا. هنالك نساء وأطفال، وهم قالوا بحسب هذا التقرير بأنهم كانوا في الداخل الإيراني وتعرضوا إلى الكثير من القمع والملاحقة من قبل السلطات الإيرانية، ولذلك اضطروا أن يتواجدوا في إقليم كردستان ليؤمنوا على أنفسهم وعلى عائلاتهم، وهم يرفضون تماما أي تهمة أو أي اتهام قادم من إيران فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية وزعزعة الاستقرار طبعا في الداخل الإيراني. فإيران سبق وأن اتهمتهم بأنهم تدخلوا في تأجيج التظاهرات التي رأيناها العام الماضي والتي من الممكن أن تنفجر في الأيام القليلة القادمة، ألا وهي تظاهرات مهسا أميني. اتهموا أيضا بأنهم يرسلون طائرات المسيرة إلى الداخل الإيراني لتحقيق أهداف تريدها إسرائيل منهم. هم طبعا يرفضون هذه المسألة، يقولون لا أدلة ولا إثباتات على هذا الأمر، ونحن لسنا مشتركين بمثل هذه الأفعال وبأنها اتهامات باطلة. بل إن هذا التقرير أيضا أكد بأن على الرغم من أن بعض هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة قد فعلا انسحبت من بعض المواقع الحساسة المطلة على إيران، انسحبوا منها وأغلقت بعض المواقع العسكرية، إلا أن بعض هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في الإقليم رفضت تماما إبداء أي مرونة من أجل الخروج من هذه المنطقة أو من مواقعهم وبقيوا في مناطقهم. ولكن بشكل عام بأنهم أيضا في إحدى هذه التفاصيل التي ذكرت هم لن يخرجوا من إقليم كردستان، وهم سيذهبون البعض منهم ممن وافق أوضح بأنه سيتجه إلى المخيمات الموجودة طبعا في إقليم كردستان، بعض المخيمات التي خصصت لهم. وهنا المشكلة الأساسية بالنسبة للعراق، أن الاتفاق الأمني الذي جرى بين العراق وبين إيران لم يطبق بأي شكل من الأشكال. فأولى طلبات إيران هي نزع السلاح من هذه الأطراف الإيرانية المعارضة، ولا طرف من هذه الأطراف وافق على عملية نزع هذه الأسلحة، ولا زالوا طبعا يمتلكون أسلحتهم بيدهم من دون أي مشاكل، وكذلك هم لم يخرجوا من إقليم كردستان. وهذا طبعا ما يفتح الباب بأن إيران هنا مضطرة كما تحدثت وبشكل واضح على ضرب هذه الأطراف في العراق قريبا جدا في الأيام القليلة القادمة. لماذا نقول هذا الأمر ولماذا نقول أن الأمر قريب؟ وذلك بسبب أن الاتفاق الأمني الذي وقع في مارس بين الجانب العراقي والجانب الإيراني ستنتهي صلاحيته طبعا في 19 من سبتمبر، أي هذا الشهر تحديدا. وإيران كانت واضحة على لسان المتحدث باسم خارجية إيران ألا وهو طبعا السيد ناصر كنعاني، قال الأمن مهم بالنسبة لإيران ونحن ملتزمون بترسيخه. وبعد الموعد النهائي ألا وهو 19 من سبتمبر، إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسوف نقوم بمسؤولياتنا في إطار الحفاظ على أمن إيران، ورفضوا حتى تمديد هذا التاريخ بأي شكل من الأشكال، رغم أن هنالك بعض التقدم من غلق بعض المعسكرات أو انسحاب بعض هذه الجماعات من الحدود المطلة طبعا على إيران، ولكن
في حقيقة الأمر لا نزعا للسلاح بأي شكل من الأشكال لهذه الأطراف وهي باقية طبعا في إقليم كردستان. البعض قد يعتقد بأن هذا قرار خاطئ من هذه الأطراف الإيرانية أن تتباين بهذه الآراء، أن تبقى في إقليم كردستان، أن تعاند وأن تتحدى إيران بهذا الشكل. ولكن يجب أن ننتبه بأن هذه الأطراف هي ليست بلا جدوى أو لا تفكر مثلا أو تتخذ قرارا استراتيجيا خاطئا تجاه إيران، لا أبدا. رغم قوة إيران ورغم إمكانياتها إلا أن هنالك عاملين تعتمد عليها هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في مواجهة إيران، إما بدأت بمهاجمتها في الفترة القادمة لنزع السلاح منها، فإذا ما أخذنا على سبيل المثال سيدكان وهذه النقاط الأخرى التي طبعا تعرضت إلى ضربات من قبل الجانب الإيراني العام الماضي، ولنركز على سيدكان التي كانت مسرحا لضربات الطائرات المسيرة والمدفعية الإيرانية بشكل مباشر، فسنلاحظ هذه المنطقة كلها عبارة عن منطقة جبلية، وهذه نقطة مهمة ستوضح لك لماذا هذه الأطراف تراهن وتتحدى الإيرانيين في إبقاء سلاحها ومواقعها. إذا ما نظرنا إلى هذا الموقع من سيدكان وما هو طبعا مطل على سيدكان والأراضي الإيرانية كما نلاحظها هنا، فالجبال هنا يجب أن ننتبه بأن الجبال خطيرة في كل أوقات السنة، ليس هنالك موسم أفضل من الموسم الآخر، أي أن الصيف لا يختلف عن الشتاء، كلها تحديات طيلة السنة إذا ما تحدثنا عن الجبال وعلى المستوى العسكري بشكل خاص. فبالنسبة طبعا للأطراف الإيرانية والجيش الإيراني هنا، إن كان الحرس الثوري الإيراني والقوات البرية تحديدا، فهي بحاجة إلى أعداد كبيرة من قواتها مقارنة بالقوات المدافعة من هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، قد يحتاجون إلى أضعاف أعدادهم لكي تكون لهم فرصة في تحقيق نجاح في عملية عسكرية يهدفون من خلالها نزع السلاح من هذه الأطراف. فالمدفعية على سبيل المثال والطائرات المسيرة أو الطيران أو الجو ليس كافيا لنزع السلاح من هذه الأطراف، لا بد لك أن تتقدم على المستوى البري، ولكن هذه الجبال تشكل عائقا كبيرا، وتختلف المعركة في الجبال طبعا عن الأرض المستوية. فبالنسبة لهذه الجبال هي جبال شاهقة ومرتفعة، وأن هنالك رياحا عالية طبعا في هذه الجبال، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هنالك ثلجا وجليدا وانهيارات صخرية، وكذلك أن هنالك تشققات صخرية في الجبال في العادة هي التي ستبطئ تحركات أي قوات، ليست فقط القوات الإيرانية، ستواجه مشكلة في عملية التقدم وستكون بطيئة للغاية، حتى الآليات الثقيلة لن تكون قادرة أيضا على التقدم. وهذا هو الذي يفتح الباب تماما لهذه القوات الإيرانية الكردية المعارضة المتمرسة طبعا في القتال في الجبال بشكل عام، أن يقوموا بعملية توجيه وإيقاع الأطراف الإيراني، طبعا الجيش الإيراني، أن يوقعوهم في خسائر حقيقية ويستنزفونهم بشكل كبير ويدخلونهم في معركة خاسرة. بالتالي يجب أن لا نستغرب أبدا من هذا السيناريو، خاصة وأن المقاتلين الكرد بشكل عام معروفين عبر التاريخ بأنهم ليسوا مقاتلين عاديين، وهم مقاتلين أشداء ومتمرسين على العديد من الظروف طيلة السنة في القتال في الجبال. وأكبر دليل على هذا الأمر هو ما نراه من حزب العمال الكردستاني البكك في مواجهة طبعا القوات التركية، رغم أن حزب العمال الكردستاني على مستوى القوة على مستوى الإمكانيات هو أقوى وأكبر من هذه القوات الإيرانية الكردية المعارضة، إلا أن طبعا حزب العمال الكردستاني أيضا يقاتل في الجبال ضد تركيا، وتركيا هي تعتبر قوة في حلف الناتو، قوة كبيرة للغاية متقدمة بست مراتب على إيران على مستوى التصنيف العسكري العالمي، ألا وهو الجلوبال فاير باور، طبعا هي في المركز 11 على مستوى العالم، إيران في المركز 17 بحسب الموقع الذي ذكرته لكم الآن. وبالتالي رغم أن تركيا لديها كل هذه الإمكانيات إلا أنها لا زالت تتعرض للكثير من الخسائر، العملية صعبة للغاية، يتقدمون في بعض الأحيان، يتراجعون في بعض الأحيان، المسألة ليست سهلة أبدا. وبالتالي هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة تراهن على عامل الجبال والتضاريس بأنها ستكون حليفهم الاستراتيجي في حالة وجود أي عملية عسكرية إيرانية من أجل تحقيق ما تبحث عنه. أيضا هم يراهنون على مسألة التدخل الخارجي، يطيلون المعركة، وطبعا الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخل بسرعة لحماية الأجواء في إقليم كردستان.
فكان هنالك تحركا على مستوى الكونغرس الأمريكي من دان بيكن وهو الجمهوري المعروف الموجود طبعا في الكونغرس الأمريكي وتحديدا على مستوى مجلس النواب الأمريكي. قدم هذا المشروع الذي ترونه في يونيو إلى مجلس النواب الأمريكي وطلب المصادقة عليه، وهذا إن تمت المصادقة عليه هذا القرار فهو سيطلب مباشرة من البنتاغون أن يضع تقييما واضحا لطبيعة ما يحتاجه أصلا الولايات المتحدة الأمريكية وما تحتاجه أساسا القوات العراقية وحتى قوات البيشمركة لإدخال منظومات دفاعية أمريكية لحماية الأجواء الكردية من أي هجوم إيراني بالطائرات المسيرة أو غيرها، لأن طبعا إقليم كردستان منطقة وواحة للطاقة مهمة للغاية، منطقة استقرار مهمة ليس فقط للعراق ولإقليم كردستان أو للكرد ولكنها مهمة للغاية بالنسبة للغرب. وطبعا الميدل إيست آي أيضا البريطانية تحدثت عن مسألة تحرك الكونغرس الأمريكي بعد ظهور هذه الوثيقة وعن أهميتها وأنها من الممكن أن تصبح كحقيقة، وممكن لهذا الهجوم الإيراني أن يتحول إلى قضية كبيرة في الكونغرس تدفع بسرعة لحماية الشركات الأمريكية والشركات الغربية التي تعمل في الغاز الطبيعي والطاقة، وهذا أمر يستثمرون به بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك إن أمواج دوت ميديا نشرت أيضا تفاصيل مثيرة وتحليلات حول هذه القضية في 72 ساعة الماضية عن ما ممكن أن يترتب على هذه المسألة في حالة أن إيران أصرت على مهاجمة الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في الأيام القليلة القادمة بعد 19 سبتمبر. فيتحدثت بأن من الممكن للجانب الإيراني أن يضع ضغطا كبيرا على الجانب العراقي بأن عليك أيها العراق أن ترسل القوات العراقية الجيش العراقي وحدات الحشد الشعبي على سبيل المثال ليدخلوا إلى إقليم كردستان وخوض معركة مع هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة. وهنا طبعا الحكم الذاتي الموجود الذي تتمتع به طبعا إقليم كردستان بشكل عام وحكومة إقليم كردستان هنا سيصبح بلا معنى وبلا جدوى، والدستور العراقي سيكون فيه خلق كبير وسيكون هنالك تغيرا خطيرا للغاية في المنطقة، وسيدخل إقليم كردستان في صراعات لا يريدها أحد أبدا. هذا هو التخوف من أمواج دوت ميديا بشكل عام، ولكن التخوف الأكبر والواقعي بشكل أكبر هو ما ممكن أن يأتي من الجانب التركي. فهنا تركيا ممكن أن تطلب من الحكومة العراقية، ما الذي تفعلينه أيتها الحكومة العراقية الآن بما أنك اتفقت مع الجانب الإيراني حول هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، نزعت السلاح منهم، نقلتهم إلى مواقع أخرى وحددتهم وقمت بعملية إيقاف طبعا وقمت بتحديدهم وإيقاف أو إغلاق المقار العسكرية الخاصة بها، إذن نريد منك يا أيها ونريد منك أيها العراق القيام بنفس الشيء مع حزب العمال الكردستاني، انزع السلاح من هذه الأطراف وإغلق مقارهم العسكرية، ونريدك أن تنهي المظاهر المسلحة لأن هذا الطرف يعتبر أخطر علينا من خطورة الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة على إيران. وهنا طبعا بحسب أمواج دوت ميديا وبحسب الخبراء الذين صرحوا لها بأن مثل هذا الاتفاق سيكون خطيرا للغاية غاية على وضع العراق وعلى وضع إقليم كردستان، لأن العراق لن يستطيع من الأخذ بهذا الاتفاق مع تركيا، خاصة وأن إيران داعمة بشكل واضح ومعروف لحزب العمال الكردستاني ليقوم بكل الأعمال التي يقوم بها على تركيا وكأنها حربا طبعا بالوكالة، وبالتالي هنا سيكون الأمر محرج. تركيا لن تجد ستجد بأن هنالك ازدواجية في التعامل بالنسبة لإيران مقارنة بها بمن هم يهددون أمنهم القومي، وبالتالي سيدفعهم هذا الأمر لتوجيه ضربات عنيفة ومتصاعدة بشكل كبير على إقليم كردستان، ممكن أن يزعزع الاستقرار في الإقليم و تنشب صراعات خطيرة للغاية بسبب التطور التركي بعدما يتم الاتفاق بين العراق وإيران حول هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة. وهنا طبعا إقليم كردستان سيفقد الكثير من نفوذه وقوته الجيوسياسية وتأثيره على الدول المجاورة إذا ما ترتبت الأمور بهذا الشكل الذي نتحدث عنه. وطبعا ارتباط إيران بحزب العمال الكردستاني كان واضحا بالعديد من التقارير التي رأيناها في عام 2021 من الديلي صباح، وكذلك مما نشرته الواشنطن انستيتيوت في عام 2017 بأن الدعم الإيراني لحزب العمال الكردستاني سيزعزع استقرار إقليم كردستان لأن تركيا ستضطر للقيام بالكثير طبعا في هذه المنطقة. بالتالي نحن أمام لحظات صعبة جدا، لحظات ليست بالسهل أبدا فيما ممكن أن يكون قادما تجاه العراق وتجاه إقليم كردستان، وتظل الأيام القادمة ستكون ساخنة للغاية إن استمر الوضع على ما هو عليه.